الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، في موضوع بعد ما رجعت من زواج أخو عبد الله الجميري كان في بالي أني أتكلم فيه وما أنسانيه إلا الشيطان. موضوع يا أخوان، موضوع أهلنا في سوريا وفي مضايا وفي فلسطين، اشتد البلاء عليهم، فنقول ما تضاق إلا وتفرج بإذن الله عز وجل. فالله الله بالدعاء، ترى ما علينا إحنا إلا الدعاء، وعليهم الصبر، من الله النصر، فلا نبخل حتى بهذه الدعوات البسيطة. يكاد يعني أحد فينا مجاب الدعوة فيستجيب الله ويفرج عن إخواننا هناك. أسأل الله أن يفرج كربتهم ويفك حصارهم وينصرهم على عدوهم وعدوه، ويطفئ نار الفتنة في اليمن وينصرهم في فلسطين. يعني أنا اتجهت إلى الإسلام في قطن تجده كالطير مقصوصا جناحه، لكن أسأل الله أن يربى هذا الطير ويجعل جناحيه بإذن الله محلق دائم، وما ذلك على الله بعزيز. بإذن الله النصر قريب، لكن نحرص ونجد في الدعاء. أسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وعدوهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.